سوري ما اجت على الفيلم امبارح، كنت بعمل هوم ورك وجد ما حسيت بالوقت. كالعاده. شو؟ كيف كان؟ راح عليك شيء؟ يا راح عليكي زاك افرونز ابس. المدرسة كانت مكاني المفضل والكل بعرفها مني. كان عندي صحبات كتير، كانت الحياة حلوة. مثل هدول البنات مش معانا على الباص، وشو مفكرين حالهم بتحكموا فينا كأنهم عصابات مافيا؟ بس مش بعد اليوم. بعرف إني كربتي من الباص. مين هيك قال لك؟ عم بكذبوا عليكي. زميلي إلك الآن عليكي لفتت انتباهي. هلا المدرسة صارت كابوسي. أهم القيم عندنا هون في مدرسة الروابي تحمل المسؤولية والصدق. بظن صار وقت أحكي الحقيقة. في حدا منكم شاف اللي صار؟ أنا كمان شفت. أنا كمان شفت. غرفتي مليانة بنات وكلهم شهدوا على إشي واحد، وأنت بدك إياني أشهد. رح أخلص منهم واحدة ورا الثانية. الواحد بيقدر يضل يتحمل أشياء ويكبت لمرحلة معينة، بعدين بيفقع. رح نربيهم تأكد إنهم ما رح يأذوا حدا بعد هيك.